انطلق الشوط الآن وننتقل معاكم إلى الميدان. ما في وقت. أصحاب السمو الشيوخ في منافسة الأبطال وحضورها المتميز في مساء هذا اليوم، متمنيا لجميع الأخوة المشاركين التوفيق والنجاح ومزيدا من التقدم بمثل هذه الانطلاقات وتحديات الأخوة المضمرين الحاضرين بتواجدهم في منافسة سباقات الهجن العربية الأصيلة التي انطلقت في مساء هذا اليوم 13 من فبراير لعام 2019 للميلاد. تنطلق الآمال والطموحات، تنطلق أيضا منافسة الشعارات، شعارات أصحاب السمو الشيوخ بمشاركة ومنافسة في هذا الانطلاق وبهذا التحدي المتميز في هذا المساء. إذن مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، شوط الخنجر، الخنجر بالإضافة إلى السيارة في صاحبة المتنافسين ومنافسة الأبطال. انطلق شعارات أصحاب السمو والشيوخ في شوطنا الأول، شوط التحدي، شوط المنافسة والإبداع. تنطلق أشواط الثنايا من المسافة 8 كيلومترات، هي مسافة هذا الشوط، ومتمنيا لجميع هذه الشعارات التي حضرت بمهرجان سيدي أمير البلاد حفظه الله ورعاه بخامس أيام المهرجان، وانطلق سن الكبار، سن العمالقة، وهذه التحديات بشعارات أصحاب السمو الشيوخ المشاركة على أرضية ميدان الشهيد الشيخ فهد الأحمد الجابر الصباح رحمه الله وطيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته. هذه الانطلاقة الأولى، انطلاقة الشوط الرئيسي، شوط الخنجر بالإضافة للسيارة لصاحب المركز الأول بهذا الشوط، ومتمنيا لجميع هذه الشعارات التي تشارك في هذه المنافسة وبهذا المهرجان التوفيق والنجاح. مقدمة الشوط، أول المراكز، أول المتقدمين والحاضرين، غزلان لهجن الشحانية حاضرة بأدائها وانطلاقتها ومنافستها، أعانية من دولة قطر الشقيقة للمشاركة في هذا التحدي. غزلان لهجن الشحانية، محمد بن خالد العطية من يتابع انطلاقة غزلان على المركز الأول. أما المركز الثاني، وأنا كمتاهة لهجن الشحانية، سالم بن فاران المري أيضا من يتابع متاهة على المركز الثاني. ننتقل مباشرة إلى مواصيل لهجن الشحانية، محمد بن خالد العطية أيضا من يتابع انطلاقتها مع المركز الثالث. ننتقل مباشرة إلى صاحبة المركز الرابع، هناك الأسماء وحضور الأقوياء بتواجدهم في هذا الشوط الرئيسي في مساء هذا اليوم، وتواجد شعارات أصحاب السمو الشيوخ بمشاركة قوية وإبداع لهذه الشعارات التي تشارك ضمن فعالية هذا المهرجان. المركز الرابع اللي وصلت هناك تغيير، هجن الشحانية، جابر سالم بن فاران المري يتابعها في عملية التضمير والمتابعة لهذا الشعار الذي ينطلق ويصول ويجول على أرضية ميدان الشهيد في انطلاقته وتحديه ومنافسة الأبطال المضمرين. من يتابعون هذا الشعار الذي ينطلق مباشرة مع المراكز المتقدمة، هو الآن من يحتل الخمس المراكز الأولى
هجن الشحانية تشارك بأدائها وانطلاقتها الريهجان، أيضا مشاركة مع المركز الخامس هجن الشحانية ومضمرها جابر سالم بن فاران المري يتابعها في عملية التضمير. هذه نتيجتنا مشاهدين الأعزاء للخمسة المراكز الأولى. النداء الأول للمتواجدين وحضور المضمرين المتابعين لهذا الشعار العملاق الذي يصول ويجول بمنافسة قوية وإبداع متميز للغاية مع هجن الشحانية العانية من دولة قطر الشقيقة بمشاركة الأبطال وحضورهم الذي يتنافس على أرضية ميدان الشهيد. لكن نعود إلى المقدمة والصدارة إلى المركز الأول، هناك متاهة هي من تقود المشاركين بانطلاقتها 4 كيلومترات، قضينا منها وما تبقى إلا 4 كيلومترات الأخير اللي تفصلنا عن نهاية الشوط، عن نهاية الشوط، ولا زالت متاهة. متاهة هي من تحتل المركز الأول وتسيطر على مجريات الشوط بانطلاقتها وسيطرتها وتزعما لهذا الشوط الرئيسي، شوط الخنجر المقدم لصاحب المركز الأول بهذا الشوط المرتقب والمنتظر لشعارات أصحاب السمو الشيوخ. مقدمة الشوط مع متاهة هي التي تصول وتجول على مقدمة الشوط لهجن الشحانية سالم بن فاران المري الذهبي من يتابعها في عملية التضمير. وهناك المركز الثاني غزلان لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية المشاغب أيضا من يشاغب المراكز الأولى. المركز الثالث في هذه اللحظة هناك الأسماء وهناك أيضا منافسة المضمرين على المراكز المتقدمة مشاهدينا متابعينا الكرام. المركز الثالث الريهجان لهجن الشحانية جابر سالم بن فاران المري الشبل يتابعها في عملية التضمير ومتابعة هذا الشعار. أما المركز الرابع هناك من تصل في هذه اللحظة أيضا تغيير، هجن الشحانية جابر سالم بن فاران المري يتابعها في عملية التضمير ومتابعة هذا الشعار. أما المركز الخامس المسحبية مع المركز الخامس، المسحبية مع المركز الخامس، وأول نداء للمسحبية لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية يتابعها في عملية التضمير وتواجد المسحبية من موقع إلى موقع. أحد الأسماء القوية التي تشارك في هذا الشوط تحديدا مع شعار هجن الشحانية. الله الله الله، هذا شعار الشحانية يصول ويجول مع المراكز المتقدمة ويتنافس بمنافسة مشرفة ما بين المضمرين الحاضرين المتابعين لشعار هجن الشحانية الذي يحتل المركز الأول والمركز الثاني والمركز الثالث والرابع والخامس. الله الله الله، هذا هو أداء الهجن الشحانية بتميزها وانطلاقتها على المراكز الأولى في موقع واحد منافسة واحدة، ولكن الاختلاف بالمضمرين من يتابعون هذه المؤسسة العملاقة التي تشارك بكل قوة وبكل جدارة. الله 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 الله، غيرت مشاهدين الأعزاء تغيير على المركز الأول هجن الشحانية جابر سالم بن فاران المري يتابعها في عملية التضمير الريهجان المرافقة لتغيير مع المركز الثاني هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري يتابعها في عملية التضمير والمتابعة لهذا الشعار الخنجر بانتظار من المضمرين الذي سيحظى في هذا الناموس الغالي والمرتقب ما بين هجن الشحانية تحضر بأدائها وتألقها وتميزها في ميدان الشهيد. مرحبا بالأشقاء، مرحبا بهذه المؤسسات العملاقة التي تصول وتجول في ميدان الشهيد. إذن مشاهدين الأعزاء، هناك مذيق الاتحاد من أول العابرات
من الأسماء من الريهجان، وهناك تغيير، وأيضا وصول متاهة بمنافسة قوية المسحبية مع المركز الرابع. لكن نعود إلى مقدمة الشوط، إلى هذه المؤسسة العملاقة التي تشارك بأدائها في تميزها بانطلاقتها الموفقة. الله يا الشحانية، الشحانية وهجنها تشارك بهذا الانطلاق وهذا التحدي ومنافسة ما بين المضمرين. لكن الشبل يظفر بالمركز الأول والمركز الثاني بمتابعة تغيير والريهجان في هذا الموقع المتميز. الخنجر بانتظار من من الأسماء التي ستحظى بهذا الرمز الغالي، هذا الرمز المرتقب، الكيلو متر الأخير، ولا صدرة التعليمات على تغيير في مقدمة الشوط. في مقدمة الشوط السلام لأهل قطر، السلام لأهل الشحانية، السلام لأهل ميدان التحدي. تهانينا وألف مبروك للمقام السامي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير بلاد دولة قطر الشقيقة، حفظه الله ورعاه، بحصول شعار هجن الشحانية ومنافستها مع الأبطال. هذه تغيير. أوه يا بنت الفايز، الله يا بنت الفايز، بنت الفايز الهرش، بنت الفايز الهرش. تغيير، الله يا تغيير، الله الله الله، انتاج ام الزبار، انتاج ام الزبار. سلام شحاني، سلام سلام شحاني، سلام. هذه السلالة العريقة، سلالة الفايز، سلالة الفايز. سلام للمقام السامي. تهانينا لسيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير بلاد دولة قطر الشقيقة، حفظه الله ورعاه، على هذا الناموس الغالي، الناموس من ميدان الشهيد إلى ميدان التحدي. وهذه تغيير بنت الفايز اللي حصدت الناموس والرمز الغالي. تهانينا والف مبروك. المركز الثاني كان من نصيب الريهجان لهجن الشحانية، مركز الثالث وكان من نصيب متاهة لهجن الشحانية، وسالم بن فاران المري متابعا في عملية التضمير. المركز الرابع الظبي لهجن البشاير، خامس المراكز أيضا هجن الشحانية. تهانينا وألف مبروك لهجن الشحانية وهجنها على فوز تغيير في المركز الأول، وتهانينا للمضمر جابر سالم بن فران المري من ظفر في هذا الرمز الغالي. تهانينا وألف مبروك للمقام السامي سيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني على فوز هجن الشحانية وتألقها في مساء هذا اليوم. ألف ألف مبروك للشحانية وحصولهم أيضا على هذا الإنجاز، وكذلك أيضا على هذه المشاركة من هذه السباقات. أخوي عبد الهادي، طبعا اليوم قطر حقيقة بدخولهم بكل قوة على هذه المنافسة وكذلك أيضا المشاركة. بفعل تغيير حقيقة الإنجاز من سلالة الفايز وإنتاج أم الزبار. تهانينا وألف مبروك لهجن الشحانية والمضمر جابر بن سالم بن فاران، والتوقيت الزمني مع المخرج لو يعطينا التوقيت الزمني على الشوط الرئيسي، شوط الخنجر في هذا اليوم 12 دقيقة و6 ثواني أو سبع ثواني و20 جزء من الثانية. تهانينا وألف مبروك، ما شاء الله تبارك الله. هذه سلالة الفايز يعني عادة ما تنقطع إن شاء الله. من اللي كسبت طال عمرك؟ تغيير لهجن الشحانية، تغيير ومضمر جابر بن سالم بن فاران، وإنتاج أم الزبار. الشوط الثاني أبو مبارك، تفضل. عندك شوط رئيسي شيوخ للقعدان الثنائية، عندك نيمار طال عمرك سابق في الشوط الأول مع الشعب،